ما في شغل، ما قادرين نتقدم بشغلنا او ما قادرين نلاقي شغل، هيك ثلاث ارباع اللبنانيين عم بفكروا بالفتره اللي نحن عايشينها هلا، وهي فعلا فتره منا هينه. طيب بس السؤال الاهم اليوم، هل انتم جربتوا تقدموا على شغل؟ هل جربتوا تحكوا انه بدكم تتقدموا بشغلكم؟ هون ثلاث ارباع اللبنانيين بعضهم قاعدين بمنطقة اسمها منطقة الراحة. ليش؟ ليش بعضهم قاعدين بمنطقة الراحة؟ أو ليش ثلاث ارباع الناس بتفضل تقعد بمنطقة الراحة؟ يا أما لأنه بدهم يضلون محلهم، ما بدهم يعملوا أي مجهود، ما بدهم يتعبوا، يا أما عندهم خوف من المجهول أو حتى قلة إيمان بحالهم. طيب شو العمل إذا نحن فعلاً منفكر بهيدي الطريقة؟ أول شيء خليني أقولكم شغلة، أي شيء بدنا نعمل بالحياة ما ضروري نعمله فجأة، ما ضروري نطلع منه بطريقة مسرعة أو بفترة كتير قصيرة. نطلع من منطقة الراحة هي بتتطلب يمكن كل يوم أنه نعمل إنجازات صغيرة اللي هي بتحاول تطلعنا شوي شوي. إذا أنت أو أنت عم بتفتشوا على شغل أو حتى بدكم تتقدموا بشغلكم وبدكم تطلبوا من مديركم أنه يمكن تترقوا بأي مرتبة، بدنا نحاول نوصل الرسالة شوي شوي. إذا أنا مثلاً بدي حاول أقدم على شغل تاني أو على شغل برا، فيني أول شغلة أعملها أني فتش على الإنترنت شو الأشياء اللي ممكن أو شو الأشياء اللي ممكن أنا أعملها أو اللي هي متوفرة لإلي أو اللي ممكن أنا فعلاً أشتغلها إن كان بلبنان أو برا. طيب خلصت عملت الليستة، ممكن بلش اتصل بهيدول الناس اللي عارضين الشغل، ممكن اتصل بمديري وقل له انه انا حابة اني اطلع من البوزيشن اللي انا فيها لروح على بوزيشن تانية او اترقى. طيب شوي شوي وقت ببلش بحكي، وقت ببلش بشتغل على هيدول المواضيع، وقت ببلش اقدم على شغل، وقت ببلش اسعى، هون بكون انا عم بقرب نحو الهدف. بس هون بدي اذكركم بشغلة، ليش نحن دايما منحبط او منحس باحباط وقت الشغلة ما بتصير معنا او ما منوصل للشي اللي بدنا اياه؟ لانه دايما منركز على النتيجة بس مش على الشيء اللي نحن عم نعمله اللي هو بيقولوا له بالانجلش البروسس. دائما ركزوا على البروسس، انتم كيف عم تتقدموا، كيف انتم عم تطلعوا من هاي المنطقه، هل انتم فعلا حطيتوا النيه وعم تسعوا عليها ولا حطيتوا النيه وقاعدين لكين اجر على اجر وما عم تعملوا اي شيء؟ اذا باب انفتح بيكون أكيد لأنكم حطيتوا النية وسعيتوا، وإذا باب ما انفتح مش يعني ما حيرجع يفتح، أوقات في بواب كتير مضطرين أنه ننطر شوي لحتى نلاقيهم عم ينفتحوا بوجنا. فإذا أنتوا بعدكم بهاي المنطقة الراحة ما تخافوا، بلشوا وبقلب قوي قدموا على شغل، قدموا على أي شيء أنتوا حابين تعملوه من دون ما نفكر هل وضع البلد بيسمح أو ما بيسمح. في كتير أشخاص بهيدي الفترة قدروا يشتغلوا ويوصلوا، شو اللي ناقصكم؟ ما ناقصكم شيء، غيروا بس طريقة التفكير وشيلوا الخوف من قلوبكم.